نذكركم اللي عنا جو دونك عندكم كادو من عند راديو ميد ويكاند بلس. كادو هذايا من القروان لبريجا ريستوران يهدي لكم دونك فطور قيمة 90 دينار. يكفي انكم تابعوا لي زيتاب على البيبليكاسيون موجودة عنا في الباج اوفيسيال راديو ميد تونيزي. وكيف كيف عندكم توتال لوك مش تبدلوه عند سنتر فلورا اللي فيه كوب ماس كابيلير كولوراسيون cheveux ou brushing. Cadeau اخر اللي من عند باتيسري ماهر مرابط تدخلوا البيبليكاسيون موجوده في الباج اوفيسيال نتاعنا وتتبعوا لي زيتاب الكل باش تربحوا البون دو كونسوماسيون الفالور نتاعو تقريبا 50 دينار. انتم تختاروا اسكو تاخذوا السالي والا الجاتو من باتيسري ماهر مرابط. نحنا توا مش نبداو باش نستقبلوا ضيفتنا. تحضر معنا مقدمه برنامج اسماء على قناه ام تونيزيا الإعلامية سابين معاوية. أهلا وسهلا. مرحبا ميسا ميرسي بور لانفيتاسيون. إيه عايشك. أهلا وسهلا. ألو خلينا نبداو من الأول سابرين. إي ساعة جوايو سان فالونتان. جوايو جوايو سان فالونتان. فوالا جوايو. دخلت بيه من قبل نسمع فيك تسأل على العرس والحب. إي إكزاكتومون هذاك دوزيام بارتي معاك. إي لا أنت تحكي لي أنت شبيك تسأل عليا سو بوان تحب تعرفه. انا لا احنا عاملين حلقه سبيسيال سان فالونتان. بتسال كان على برج الحمل. على الابراج. خاطر هو محسن عيف مزروب دونك قال لي ماذا بيا ما عنديش برشا وقت. ماذا بيا نقول ابراج متفاهمين هكاك ابراج ورا بعضهم. يا اخي انا في الاخر كذبت شنحايل مع روحي بيان سيغ الله غالب سامحوني اللي سمعوا في الوغ. نبداو من الاول. انت متحصله على الاجازه الاساسيه في الصحافه علوم الاتصال. علاش اخترت باش تقرا صحافه؟ باش نسي با انا من الاول ما كنتش راني وانا صغيره نحب نطلع هكا جورناليست فهمت. بون في الباك نتاعي طلعت لي باش نطلع جورناليست وقتها ثوره والكل وليت توندونس انك تقرا جورناليزم اي كوميونيكاسيون. انا قاريه دونك انا ميغزر اللي في الكلاس قال لي والله سا تو فا صابرين كنت تطلع جورناليست. بعد دوبوي وليت نحب نطلع جورناليست. من بعد مشيت ليبسي جي غاتي لو كونكور وقتها فما كونكور والكل دونك ما مشيتش عديت وليت من بعد قريت بريفي قريت جورناليزم كوميونيكاسيون حبيتها. مشيت ليبسي دوب ما تخرجت من الباك ولا قريت حاجه؟ نو مشيت لي قريت او ميم طون ايزام عملت بريفي وعملت ليزام او ميم طون بون ما كملتش خاطر من الجو. دونك كملت في البريفي جورناليزم قسيت وقعدت نقرا في البريفي جورناليزم كوميونيكاسيون. الاعلاميين اللي ما عندهمش تكوين اكاديمي تعتبرهم دخلاء؟ نو با دو تو. شنو رايك في الموضوع هذا؟ فما شكون يعتبر بالعكس برشا عباد تنجم تنجح فيه الدومين حتى كان يكون ماهوش عنده سي با معناها حكايه اوبليجين يكون لازم قاري صحافه باش هو يكون متميز في الدومين هذايا. بالعكس انت وديجا عندنا برشا من الاعلاميين الناشئين ماهمش قارين كيما حمزه بلومي كيما مريم بالقاضي. فوالا تحكي على اعلاميين كبار دونك فوالا اللي تو متصدرين المشهد الاعلامي. او ميم طون زاد المتصدرين المشهد الاعلامي كيما نوفل ورتاني كيما امين قرب وما معناتها قارين. دونك تلقى هكا وهكا والمهنه نتاعنا يلزمها الموهبه. تعتبر روحك موهوبه؟ ما نعرفش مش انا باش نعتبره. انت ايش تلعب اكزومبل انت كنت تقول موهوبه؟ لا انا نسال هوني ما نعرفش. نعرف ما نعرف مي بون من انا زاد ما نجمش نجاوبك على سؤالك تقول لي انت موهوبه. انا ما نجمش نجاوب على روحي. هبط عليك التواضع فجأة. تعرفني ما شاء الله ان شاء الله تكمل على التواضع من هوني لاخر جايتك ما تخافش انا عامله احتياطاتي. اما ليلي بالحق ما نجمش نقول على روحي موهوبه ولا فهمت. العبيط نجم تقول به. تخرجت قعدت فترة ما خدمتش وبعد خدمت في الإعداد مع القناة الوطنية في برنامج لزميلة يوسف بالحاج عليا في انترفيو ليك مع نوفل ورتاني برنامج ديما لاباس كنت ضيفة معاه عام ناول عندك عام توا تقريبا. عبرت على استيائك من التجربة هذه. علاش؟ با خاطر كنت مستاءه فوالا خاطر التجربه ما كانت ليش باهيه تو سامبلومون. علاش انت نورمالمون في الاعداد على روحك؟ اي في الاعداد اسمعني انت الاعداد هو اهم حاجه راه في بالك اللي انا الطرف اول ما خرجت نقول انا كي خرجت في بالي لانيماتور ولا لانيماتريس هي كي جير تو. اصلا في بالي البوست نتاع لانيماتور اقوى من البوست نتاع البرودكتور الوغ كو سني با فغي. تعرف البرودكسيون هي تحضر كل شيء الاعداد هو اللي حضر كل شيء معناها يبدا عندك اعداد قوي واعداد باهي ليميسيون لانيماتور يعطيك يبدا العكس لانيماتور ما ينجمش يعطي دونك هذه انا فهمتها من بعد دونك الاعداد. اما انت ماكش معده انت صح صحفيه عاديه. كنت صحفيه عاديه جوست نحضر لي بورتري ما عنديش تاج اخرى باغ اللي انا نحضر لي بورتري. فانا جافي اون بون ريلاسيون مع ليماتريس وقتها يسرى كنت انا وياها صحاب على الاخر. بعد تكون صحاب مع عبد ومن بعد تلقاه
مش كيما كنت تصوروا بس سيتي معناها لو شو كيفاش لقيتها مش كيما كنت مش تصور. اسمعني بالحق بالحق حكايه ذي سورتو حكايه الوطنيه منحب وحكيت منحبش نجبد حتى اسم لا يسر بالحق سيتي اون اكسبيريونس وغراس الوطنيه اللي انا وصلت تعلمت برشا حاجات تعلمت لا برودكسيون اللي انا ما كنتش نعرفها تعلمت الاعداد تعلمت تعمل لي بورتري سي با فاسيل تعرف جد لا شانس اللي انا ندخل تلفزه الوطنيه معناها انت كي تتعدى قدام التلفزه الوطنيه بركه تقعد تقول كيفاش ندخل التلفزه ستاج ما تنجمش تعديه في التلفزه الوطنيه الوغ كو انا خدمت فيها 6 اشهر وكي درت في لي ديبارتمون الكل وبالحق من اعز مع برشا عبيد نعرفهم في التلفزه الوطنيه والتو اصحاب مع لي تكنيسيان المخرجين عندي اما انت معناتها البروبليم ما كانش مع اشخاص اخرين كان مع المنشطه والمعده نتاع البرنامج هذاك يوصل بالحاجه على اي جافي ا بروبليم افيك يوسف هي اللي نعرفه وانت تصلح لي يمكن هي ما حبتش تعطيك الفرصه باش تظهر مانا كنت في بشت بشت هي تحبك في الاعداد اكا لا مش هكيك سيتي با سا لو بروبليم برش انا تعبت سيغتان مامون معناها 6 اشهر في التلفزه الوطنيه وليميسيون يافي كو موا راني نخدم كان انا وياها ما معنيش ستاف معناها ودي جورناليست انا تعبت وليت في رمضان كنت نروح الخمسة نتاع العشيه نرجع للمونتاج 8 ستريس ستريس انورم انا دونك شنو اللي تعبت انا تعبت الحاجة اللي صارت اللي هي بدلتني لينا كي نولي أنا وعبد صحاب ومو نتمنى نستنى منه أنه هو يعطيني كادو أنا طلعت لي ترسل عام في التلفزة الوطنية جافي معناها باساج دونك تعديت في التلفزة الوطنية وقتها بعد نورمالمون يسرى بعد الباساج ديك سيتي بريفيو لي باش نولي معاها يا با سوسي هي ما ترانيش معاها ما تحبني هي حره كيما انا تو في برنامجي حره نجم انا حتى عبد باهي وطياره وانا نحب نخرج وانا حره معناتها انت عطيتها الحق بعد ما انت وليت معاده نو 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 ما عطيتش حق مي لا مانيير كيفاش لا شونجي معناها حسيت عبد كنا عبد كنا دي زامي يعرفونا في التلفزه الوطنيه وكيفاش انا كنت دونك دان كو تلقى عبد اخر فهمت سيتي سا المشكله سينو بارسا ما عندها وهي الي ليبر وهي aussi بالحق تو بوتيت هي بيان سور حره سورتو لي بعد تو كيش نقدموا في الحوار مش نحكيو كيفاش صابرين تتعامل مع ليكيب نتاعك اللي خرجت شطرها تقريبا معناها اي فوالا انت حره وهي وقتها كانت وهي وقتها حره اي من فما فرق كيفاش تخرج ليكيب فما فرق كيفاش انا تقول لي خرج ايكيب على خاطر انت ما لقيتش العبد هذاك يزيدك ولا هو منه هو عمل لك حاجه دونك تي اوبليجي انك تخرجه فما فرق اللي انت حسيت بحاجه ولا انت خفت على حاجه دونك تخرج العبد هذاك شو دومينا غيره بيان سور تغير مني ونغير منك ونحب نولي كي هذاك مي كي تغير ما اسي دتر كيفو اسي تحسن من روحك اما نيكارت با لي جون نيكارت با لي جون اللي باش يوصلوا ولا باش ينجحوا فهمت دونك انت كي انت لقيتني انا صغيره وليو انك انت تعاوني وقتها يا في جميله شيحي حاتم بالحاج بيدو قال لها خلي صابرين معانا والكل هي نا با فولو دونك انت تفهم اللي هي ما بحكي اختي خاطر لقاتني ما نصلحش في البلاصه هذيك ولا هي سيتي جو كومبون انت تقول انت خاطر حسيتك انت خير منها لا لا با دي تو ما قلتش شنو عندي شنو معناها خير منها مش خير منها ميم انت علاش كي انت لقيتني وكيكه وانت تعرفني علاش ما قلتش خليني نعاونها بعد راهو المشكله اللي صارت بعد الباساج نتاع راس العامره قبل باساج راس العام يا في غيان باساج راس العام خام فسروا لي سمعوا فينا اللي انت عملت ريبريك وظهرت بعد هذاك اي دوبوي معناها فهمت دونك كاو ما عندي ما نقول مي سا نوبيش اللي هي سيتي معناها اكسبيريونس ياسر غيش تعلمت منها برشا حاجات كيما قلت لك الاعداد اللي ما نعرفوش تعلمته من غاديكا من التلفزه الوطنيه سي با فاسيل انك تدور وانا من في الباب حطيك شي وقتها البي دي جي نتاع التلفزه الوطنيه الكلها تحبني والكل اصحاب اي سيغتو نحب نقول للتكنيسيان نتاع التلفزه الوطنيه معناها حاجه وانت هاك تشوف وضعيه التلفزه الوطنيه معناها هاك تشوف معناها فهمت ما عنديش فكره كبيره ما عندي ما تفرجش فيها علاش ما تتفرجش لا 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 علاش ما عندكش فكره على وضعيه التلفزه الوطنيه الوضعيه من داخل اولادها يعني لا نحكي انت كي تتفرج نعرف شهريات باهي الحقيقه اي وش ترى في لونتين في لونتين واش قد الشهريه فوالا دونك انا سو بارل مالوغوزمون وانت زاده نعرف لي شهريتك كانت باهيه اي الحمد لله اي الحمد لله ديما شهريتي باهي حتى تو شهريتي باهي اي تو انيماتريس فما فرق وقتها كجورناليست باهيه حسب ما نعرف الشهري باهي من الاعداد والعمل الصحفي للتقديم للتقديم فوالا شفناك في اول تجربه ليك كمنشطه على قناه التاسعه في برنامج شو بيز اون نعرفوا اللي مش اي صحفي ينجم من صحفي يولي منشط كيفاش وخاصة زيدا مع قناة كبيرة كما قناة التاسعة كيفاش وصلت صابرين المرتبة هذه شفت ستان ديفي وليت لي وليت فهمت لي أنا ما نجمش نخدم بار اكزومبل عند عبيد وبعد تطلع لي مثلا ما تعاونيش ولا فهمت باش تقعد نخدم 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 ألوغ كو أنا نحب راني خدمة معناها جو شيرش با لي أنا جوست نمد وجهي نحب نخدم في لي كوليس مي كيفاش نحب نخدم نحب نعمل دي انترفيو
نرجع لك بخاطر لا ليزون لا كنت في التلفزه الوطنيه ما فهميش حاجه جديده كنت كل جمعه نحضر بوختري معناها تقلق ميسة في بيرو يعني نفس التاش تاع يعني كل يوم كل جمعه راني نحضر بوختري ونحضر في التورناج نتاع معناها اللايف اللي كنا نعملوه ما فما حتى شيء انت وانا وقت عمري 22 سنه نحب نعمل دي انترفيو نحب نقابل عبيد نحب نقدم باش نتعلم كوا دونك لقيت روحي ياسر ليميتي باغمي الحاجات اللي انا فديت فهمت دونك كي انا وقت قلت شنو لازمني نعمل باش انا نتعلم وحدي ولازمني جافي معناها انا مي حل بود دو برود كلمني واحد وقال لي تلكوني ديجا انت وقتها مجدي اي طلبني قال لي حليت اي فوالا حليت بود دو برود جا بحذايا دنك وبعث لي ميساج واحد وصبي لو ديستان كوا طلبني يا اخي مشيت له لقيت البود دو برود قال لي وقتها نحضروا في ايميسيون في التاسعه هما وقتها قلت له بون انت تعمل في برودكسيون الكل سي بيان مشيت حضرت في التورناج نهار انا وماما دونك معايا ما غزرت قالت علاش انت ما تعملش ميسيون معناها كوا هكا الناس الكل تعمل الكل قلت لها تو جو بروبوزي على مجدي نشوف كان فما بوسيبيليتي بعد ما كمل رمضان كلمت مجدي قلت له مجدي كيفاش لازمنا نعملوا هكا وهكا يا اخي هو عنده البروديكتور معاه دونك خدموا مع بعضهم وحضرنا ليميسيون مع بعضنا وعملناها فوالا دونك هكا بديت مع قناه التاسعه لو كونتاكت ما كانش مع قناه التاسعه كان مع البود دو برود البود دو برود اللي هي باعت البرنامج لقناه التاسعه يعني نحن يعني الجمهور يعرف صابرين اول تجربه ليها في التلفزه مع قناه التاسعه ما يهمناش معناتها بود دو برود ولا لا فوالا الناس ما تفهمش اي فوالا ديجا هذوما ديمو تكنيك معناتها الناس يسمعوا فينا يمكن ياسر ما فهموهمش من شو بيس اون زدت عمل اخر عملت برنامج ماغنوف على التاسعة كيف كيف بعد التجربة متاع ماغنوف ما تواصلتش خرجوك ولا خرجت وحدك عاد لايكا قصت البرنامج لخرجوني لخرجت وحدي لايكا قصت على شهر أي شهر البرنامج يوفى وقتها كيف يشوفى وقتها مازلنا في وسط الشتاء فيفري البرنامج قص فان فيفري اي دونك مارس أي. يرجع مار لا لا افريل يرجع قص في افريل يرجع لا لا ما يرجعش يرجع فما رمضان قد قدريت يشوف السيزون منا سايو فيت ليميسيون تقعد حلقه فيت ليميسيون تقعد حلقه ويجي رمضان دونك وبعد رمضان شنو بعد رمضان علاش ما رجعتش ما رجعتش هكاك خاطر ما رجعتش دونك في اكسبيريونس جديده خاطر مش في التاسعه الاكسبيريونس جديده ما عندهاش برشا من البداية اي دونك سيزون دونك سيزون فيت نتاع يعني ما صار حتى خلاف بينك بين التاسعة نون بلو على باش يصير خلاف سمحت تو لايكا قص البرنامج معناها قص البرنامج دونك لازمني اللي انا نمتثل قرارات لايكا انه البرنامج يقف علاش قصت وقتها البرنامج فما باساج ما فما الباساج نتاع مناجر بتيتخ انا جو بوزي اون كيستيون ما تتسالش تعرف الغلطات تنجم تصير دونك جاسيوم يمكن الغلطه دي حسبوها على قناه التاسعه نو ما نعرفش ممكن اي ما نعرفش وذاك علاش ما رجعوكش تخدم معاهم مش كان انا ما كونتاكتيتش قناه التاسعه باش نرجع ولا نقول اسكو نجم نرجع ولا ما نرجعش دونك ما فهميش كونتاكت معناتها انت خرجت ما خرجت بصمت وانا ديما كل بلاصه نخرج منها نخرج بصمت معناها عرفت اللي انت اللي بعد العقاب هذاك نتاع لايكا انك ماكش مش ترجع معاهم دونك ما عملتش نقول لك حاجه ما كنتش عارفه اللي انا اصلا مش نرجع للتلفزه جمله خاطر انا عملوا لك كي خديت عملت ديبريسيون مش با اون ديبريسيون مي سيتي ان بو هكا تشوكا الحكايه فهمت اني انت برنامجك يقف وايكا وما نعرفش شنو دونك قعدت بيت انا بدي ماجازين ماهيش ليميسيون بوليتيك لا حتى شيء دونك قعدت انا شوكي وما كنتش ناوي نرجع للتلفزه ما كنت جملة انا قلت امبوسيبل طبعا اللي صار لي مينيموم عام عامين نرقد خليني نرد خاطر راهو سي با فاسيل عام عامين نرقد طيب باش نرقد ما شاء الله اي كي نحب النوم انا نرقد نهار نهارين نفد لا لا انا نرقد لك عام عامين ما تقلقش اما ما كنتش ناوي نرجع للتلفزه جمله وشنو اللي بدلك رايك بعد؟ مروه رمضاني ايوه دونك باش تسمع فيا تو خاطر في الطريق هي ومرام اختي دونك قول لهم كوكو اما مروه رمضاني هي اللي رجعت هي اللي شريكتك في البروجي الجديد اي خلي تو نحكيو عليها ما خان كمان في ماغنوف يقولوا انه لوما اللي هي تو الانيماتريس نتاع لايف ستايل باي لوما على قناه التاسعه هي اللي كانت يدك اليمين صحيح ولا اي صحيح بيان سور وحنا كنا اصحاب ماهو اصحاب كنا اصحاب وكنا مع بعضنا الصحبه حاجه والخدمه حاجه كانت يدك اليمين في الخدمه اي بيان سور اي اي كنت كنقوم الصباح يعني. نطلب لوما باش نحضروا الخدمه مع بعضنا وليميسيون هذه اول عبد طلبته انا كي جيت نحضر فيها سيتي لوما ولوما وقفت معايا باش ليميسيون تعديت خاطر جافي برشا مشاكل قبل ما تبدا ليميسيون راهي ليميسيون ديك باش طلعت اونتين معناها بالحق ماهيش فاسيل على الاخر طلعت انا تعرف وقتاش طلعت في
جانفيي معناها وقت اللي نورمالمون سيزون بدات توفى طلعت انا وقتها وغراس لوما اللي هي عاونتني باش وقتها ليميسيون تبدا عندي برشا مشاكل وصارت برشا مشاكل في ليكوليس الناس ما تعرفهاش باش طلعت ليميسيون هذيك هي عاونتني وشدت الصحيح وقعدت انا وياها قالت لي ليميسيون هذيا لازمها تصير وباش تصير كنت على علم برنامجها جديد بعد ما انت كل واحد معناتها مشى على روحه ما قالتلكش اللي هي عندها برنامج جديد في التاسعه في باليش الحكي هوني نساء الان يسال معناها فوالا بيتيت خوني انا متغش عليها على الحكايه هذيا مش متغش اون بلوس شوف انا جو كومبرون اللي هي مش حيتها باش تقف بصابرين ولا انا باش نقف بها ولا هي باش تقف بها نون بلو مي احنا صحاب قلت لك على باز كنا صحاب معناها نقعدوا تجي لدارنا وتعرفني وتعرفني كيفاش نعيش وكل شيء معناها انا كيفاش اللي تغششني تهز تليفون تقول لي صابرين انا بيتيت انت تايو ان بروبليم افيك تيسعه ولا بيتيت انت ما عادش باش ترجع انت ما تحب ما نعرف شنو مين راني انا فما بروبوزيسيون ولا نحب نكمل في قناه التيسعه خليني نكمل فهمت شنو نعمل اون ايميسيون اللي هي لا روبريك اللي كانت في ماغنوف ما هي ما عملتش اون ايميسيون لا ميم روبريك اللي كانت عندنا في ماغنوف عملتها معناها وحده خارج ايميسيون في ايميسيون برنامج لايف ستايل بايلو فوالا 20 مينوت حاجه هكايا دونك لا ان ما با بلي tu vois là ma qatlish sabrine rani je vais faire une émission voilà non ma tchoukch nou هي كان عندها سيله يعني بخروجك قلت لك ما خرجني حد من تسعه لا لا انت يجيونا حتى احنا تو في التلفزه يجيونا قرارات من لايكا يقف برنامج نرجع نخدم على روحي اي من بعد مش معناتها كل ما تجي لايكا مش معناها مش تقول بلي ما ترجعوش صابرين لانه هي كان عندها يد في دخولك للقناه لما دخلت خارجك ليه مش عندها يد في دخول القناه وما سي با قلت لك دخول القناه مش هي دخلتني انا شو بيزان دخل بور كون سوا كلير دخولي انت قلت لي عاونتك باسكو جافي دي بروبليم انا كنت عندي مشاكل كي كنا مع بعضنا في المشاكل اون تروفي دي سوليوشن باش نبدأ ليميسيون معناها مش هي اللي خلتني انا دخلت بشو بيزان انا في التسعه يعرفوني ديجا تعديت عندهم اونتين شهرين مش لومه اللي هي انا بوتيت جبت لومه لان هما ما يعرفوهاش ولا هي كانت دي معناها شكون معناها انت عندك فضل على لومه لا انا عندي فضل ولا هي عندها فضل هذا دومين ياسر دبلوماسيه صابرين شكون عنده فضل على صاحبه ما حتى حد ما عنده فضل هي دخلت اونتون كو دي جيت في ايميسيون من بعد انا ويا اصحاب قلت لها باش تجي معايا ليميسيون لا هي عندها فضل علي ولا انا عندي فضل عليها قلت لك انا عندي فضل عليها وتقول لي عندي لا هي عندها عليا فضل ولا انا عندي عليها فضل هي حلم زيادة انها باش تولي في التلفزه ولا تحب من طموحاتها باش تطلع في التلفزه جوستومون هي من طموحاتها هي مازالت تقرا بروميير اني جورناليزم تجيها انيماتريس اسمها صابرين معاوي تعطيها فرصه وتطلعها في اكبر قناه خلينا نقولوا في تونس قناه التاسعه وتعطيها فرصه وتعطيها روبريك وتطلع في التلفزه اي من بعد في المشكل اي اي شنو هوني هوني تطلب لي هذا اللي يشوف ليماج هذايا مش يقول انت عندك فضل عليها اما اذا كان مش نحكيو كواليس انا ما ينجم يكون هي عندها انا ما نقول هي عندها فضل عليه ولا انا عندي فضل عليه هي خدمت معايا ومن بعد عملت هي الميغيت لا بلاس اللي فين تصورش انا قناه التاسعه عطاتها تعمل ايميسيون هي الميغيت با انا انا نحكي على نعرف على لوما لوما راهي خدامه pour qu'on soit clair لوما راهي طفله خدام كي يقول لك يقول لها لوما هيا باش نمشيو دراوين وعندنا دي سبونسور ولا خدامه معناها نعرفها تخدم ماهيش وعرفتها وتعرفها اللي باش توصل اكثر من هكا خاطرها خدامه وتتعب اما ما نجمش نقول تي انا اصلا شكون انا باش انا عندي الفضل عليها ما انا على اساس انا ياسر حاجه كبيره باش انا نكون انا عندي الفضل عليها انت مولات البرنامج انا مازلت كي بديت انا مازلت كي عادي ما جبتش لوما انت انت برشا عباد طلعتوا معايا انا انا القوه فاشلي ماغنف الكل الحمد لله يا ربي ماغنف الكل قاعد موجود في التلفزه حتى لي سبونسور الطب ولا اي حد جبته في ماغنف ليميسيون نفسها قعدت في قناه التاسعه براتيكمون فهمت هوني تحكي على برنامج الويكاند الويكاند هكا ماغنف اون ديغي باتنا حتى هكا ولات في برنامج لي كرونيكور يعني عفاف الغربي استولات على فكره صابرين معاوي لا 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 غيت تموت على انت هذوما مالك شنو قلت لك انا لي كرونيكور مثلا عندي الفضل حكيت على الطب مالك مالك ولات في الويكاند معناها نقول معناها هما كل انا عندي انا عندي الفضل عليهم الكل من انا عندي الفضل نسال فيك انا احكي لك في حكايه عادي انا اليوم غدوه نطلعك معايا يراو البروفيل نتاعك انت تعجبهم اكثر مني انا يهزوك نقول لك بوتيتغ وي لازم تهز التليفون تقول لي ميرسي صابرين بور ليكسبيريونس ولا ميرسي خاطر غراس ا توا اللي تعلمت لا برودكسيون باش وصلت عملت ليميسيون نتاعي اي هوني نقول لك هذا هو انا مشكل في الاعتراف بالجميل بالجميل لا وي انا معاك وعلاش انا لوما ما نحكيش معاها على خاطر هي ما هزتش التليفون وقالت لي ميرسي صابرين على خاطر هي ترى في روحها بوتيتغ مش مزيه كيما قلت لك مي لو مينيموم فمش علاش تقول لي برافو صابرين والله منك انت انا تعلمت لا برود وبوركوا با وهكا تمشي لتلفزه اخرى ولا تمشي ترجع للتاسعه ولا ما نعرفش انت اليوم صابرين شكون
انت اليوم سابين لشكون تقول ميرسي اللي عاونتني ووصلتني للمرتبة هذه؟ الناس اللي قراوني الكل. لا 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 شكون في الخدمة حطينا قراوني برشا عبيد بعد القراية شعر فمش حد باش يقول له ميرسي خاطرك عاونتي أباغ تو قلت لك الغوتوغ نتاعي أنا للتلفزة سي خاطر مروة رمضان معناها بوتيتر أنا كي قد ما باش نقدم وفي التجارب اللي قبل ما عملها عليك حتى واحد كنت أنا واقفة على كل شيء جوسكا بمقابل معناها بيان سور بيان سور مقابل اللي هي برودكسيون كاملة فما فوالا البرنامج ناجح مضمون فلوس اللي هو معناتها من نواحي الكل دونك تعتبر لي مش مزية ما عندكش علاش تشكر ما عندي نشكر حتى قلت كان وين وين مانيش محايده في هذيا معاك نعرف ليش تقول لي عاد انت تيك تموت كي انا من التاسعه لام تونيزيا انت اخترت باش تتعامل مع ام تونيزيا والا بالصدفه والا كانت حاجه اجباريه يعني خاطر قعدت مده في الدار دونك اوتوماتيكمون يعني قلت لك انا سيتي با بريفو اللي انا قلت وحدي بيني وبين روحي عملت بروجرام قلت في الصيف باش نتفرهد خاطرني تعبت ايفيكتيفمون تفرهدت على الاخر ومن بعد قلت شو باش نعمل قلت باش نخدم مع با يا باش نشوف حاجه اخرى ما مش تلفزه ويا اخي طلبتني كيما قلت لك وانا قاعده ومروه عديت ستاج عندها في هي كانت رئيس تحرير في تلفزه تي في وانا عديت ستاج في تلفزه تي في شوف الدنيا معناها يا اخي كلمتني وحده قالت لي اسمع صابرين وينك ايميسيون ماغنوف راني حاجتي بك قلت لها راهي قصت ليميسيون في ماي طلبتني قلت لها لي راهي قصت ليميسيون وهكا وهكا قالت لي اوكي هاي بي في بالي فما حد كلكام باش يحب يتعدى في ليميسيون معاك قعدت طلبتني بعد لو موان جويي والكل عيطت لي قالت لي ايجاره وصابرني حاجتي بك راني علاش ما تعملش ليميسيون قلت لها شفت انا ما عادش عندي سوفل راني بالحق عديت دوزون انا تعبت وما لقيت شيء فهمت خسرت فلوسي خسرت تعبي ما تفرهدتش عامين وانا كونسونتري كان على الخدمه ستريس معناها حاجه غراف قلت لها لي راني انا راني بالحق راه كان باش نخسر لي فلوس مستعده ولا حتى تعبدني معناها مستعده فهمتوا قالت لي لي وانا هاني معاك وما تخافش وارجع ولازمك شراكي احنا دومينا كان معناها الحاجه الباهيه في العلاقه بينك انت ومروه انه مروه ما تظهرش وما عندهاش طموح اكزاكتومون فوالا معناها بالحق معاك شكون يخدم برودكسيون اكاها فوالا خاطر اغلبيه الناس الاخرين راهو يجيو يخدموا معاك بقصد الظهور وكا باش تظهرهم ودوب ما يظهروا يولي واي طبيعه اخرى وحاجه اخرى مروه لوغ لا برودكسيون ومروه تهيت بس هو هذاك اش يلزم راه يلزم اللي في البرودكسيون في البرودكسيون واللي في التقديم على روحك برودكسيون فلوس اكاها فوالا حتى شيء اعداد فلوس دونك اعداد فلوس ماركتينغ سبونسر كل شيء اما باش تقول لي هذيا تحب تطلع بالعكس هي تبدا تخاف على الايماج نتاعي وتبدا البس هكا هذيك تعرف العبد اللي مش يبدا قاعد بجنبك ويقول لي باش تطلع احلى مني ولا خير مني فهمت هذا هو اللي نحكي فيه فهمت وتبدا اكل لي ديتاي صغار هذوك نون بلو مرتاحه منهم سنة ما فهمتش تحط معاك كرونيكور لا بالعكس فوالا تي بو با ما تنجمش تعطيه تاش اخرى شكون لي في منافسه نو هي لي الوغ لا مرتاحه من الحكايه هذيا فوالا قالت لي لي عملوا هاني انا معاك وانا شكوني مع برشا عبيد الدومين جو في تي دي تو سا قلت لها بك تعرف انا ماشي هي وناكس كيما يقولوا دونك جو فو مي جو فو با او ميم طون وحدي كنت ما نجمش voilà. يا اخي كي جاتني هي لوبورتونيتي وقالت لي هكا وعاملتني قلت لها اوكي فازي مع ام تونيزيا نحكيو على اسمك يعني صابرين ماك لي مش صابرين ماك هذا الكل غرور لي لي مش ما قصدنيش بها صابرين ماك انا مايلا اس شنو هي اكيكا انا حد اس اكيكا لا لا ما تقوليش اكيكا نقول لك علاش معناها انت تحط عنوان سميتو هاشماك دونك هاشماك اش معناها حنا اسمك اش معناها ما لقيت حتى اسم قلت لها تيان بوركو با سي لا بروبوزيسيون دو مروه والله يزينا. ما نقولكش انا اي قل لي اقتراح مروه اما صابرين ماك لا لا ما هيش صابرين ما نقصدش بس بلاش تبيع حاجه اخرى مانيش نقولها لا قولها قلت نقول لك في لي كوليس لا مانيش نقولها في لونتي تو فما عبد يحط باسم برنامج عنوان برنامج مش اتيدي شو نقول لك مش اتيدي كيكا اس انت كان حطيت ام ماك راي ام تونيزيا يعني ماك لا لا خاطر ما تجيش ام دوزيام ام ماك ام 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 ماك كوب شو جيه مش بيه اي تجي مش بيه اما اس ماك صابرين ماك انت وعلاش مركزه في الماك هاك انت سميتها صابرين ماك نجم حد اخر ما نعرفش عندي واحد اخر بالاس نحب نعيط له معناها سبحان الله لا لا عاد انا نحكيو على عنوان برنامج احنا راهو صابرين مانيش نحكيو على من انا كي حطيت اس ماك والله لا قصدت صابرين ماك فما خاطر اسمي مي فما حاجه اخرى قلت باهي تقنعتني على الاخر نعرف انت ما تتقنعش في
في سابرين ماك البرنامج سابرين ماك اللي تعب على تونسيا معاك دي كرونيكور يسرى مناعي سامي دريدي محمد بن عمار سيرين مازوز ونوسى عزيزي الفريق هذا ينقص توا وبرشا طبخ ماهمش دي كرونيكور فيكس بون هذوما لي كرونيكور اللي معاك دونك هما انسحبوا ولا انت تخليت على خدماتهم سامي اللي باللست تقول لك شكون اللي انسحب نحكيو قعدوا معاك زوز اسامي انسحب ولا خرج محمد بن عمار سيرين ونوسا ما عادوش موجودين معاك وينهم باهي انت كي تعمل برنامج من الاول تحط دي بروفيل بعد كي تتفرج فما عباد تعطي فما عباد ما تعطيش فما عباد هما ما يرتاحوش معاك هذوما ما عطاوش استنى ساعه بالوحده مش نقول لك بالوحده فهمت كيفاش كل واحد علاش يخرج يا خرج نبداو باول اسم محمد بن عمار محمد بن عمار عمل معايا دوز ايبيزود هكا بعد طلع لتركي بعد سو كيل باغي الى اون بروبوزيسيون في قناه اخرى دونك وينو في قناه اخرى ما نعرفش هو بيتيت خي حاضر في تجربه اخرى معناه هو خرج مش انت خرجته ما انا ما مانيش وحدي نقرر حتى كان خرجت راني قلت لك معايا بخو بي شكون خرجوا من البرنامج البرودكسيون والا هو خرج بمحض اراده زوز ما تفهمنيش قرار جامعي زوز هو ما عادش يحب يقعد وانا ما عادش حبو يقعد وانت ما عادش تحبو يقعد علاش انت ما عادش تحبو يقعد خاكي كابو دو ان خاطر ما لقيتش فما معناها بلوس فماش اضافه بالعكس يعني الريبريك نتاعو هكا تجلب فيها بوليميك خينا جيو هكا انا خاطر فما عبيد نتعامل معاها اخرى دونك فما دي غمارك جاتني فهمت ما نجمش نقول حاجات تبع لي كوليس دونك فما العبيد بتتخني راضي عبيد الاخرين اكثر من اللي انا راضي حتى روحي ساعات فهمت تعرف عندك دي سبونسور عندك قناه عندك لازمك تسمع العبيد هذوك اكثر من اللي تسمع روحك بارفو خاطر ماكش تعمل في ايميسيون روحك دونك يعني محمد بن عمار ما كانش مقنع مانيش ملالي مش ما قلت لك عمل حلقتين يا اخي انا باش نقيم واحد من حلقتين قلت لي مانيش راضي انا قلت لك كيفاش خرج هو ما تفهمش معايا وانا ما تفهمتش معاه قلت لك علاش ما تفهمتش معاه لخاطر ما تفهمتش معاه خاطر برشا حاجات قلت لك فما حاجات ما نجمش نحكيهم وحاجات انا ما كنتش اليز باهي سيرين مازوز سيرين ما فما حتى شيء على ديغنيغ مينوت وصلتني خدمتها روتار وانا ما نقبلش خدمه روتار فقلت لها براوه ما نقولش براوه انا نحضر في ايميسيون عندي 4 ايام وجورناليست تكتب وكل وانت عندك روبريك تحضرها في الوقت كي انا طلبتها ما هزتش تليفون الاعداد كلموها ما هزتش تليفون الصحفيه دورون توت لا جورني تبعث في دي ميساج وين خدمتك شنو انت كي عملك حد هكا انت تو اكسبت اني خدمه وتصاور باش تتبعث للمونتاج وللجرافيك اما مش من اول مره اذا هي عودتها برشا توصل بالروتار توصل بالروتار لا مو جو باردون با دونك لا انا نقول لي دونك مش انا كي قالوا لها هو مو كو انا لوردر نتاع سيرين لا برودكسيون خرج مش انا في بلبي كي تتبعث خدمه سيرين فمش باساج غدوه سيرين انا طلبوني قالوا لي سابرين فمش باساج سيرين مزوز ورانا وكان قالوا لها البرودكسيون قالوا لها راهو لي ديزولي الخدمه نتاعك اي فما فرق ما بين فمش باساج وبين ما عادش تخدم معنا جمله ما اي فما باساج انولي دونك وصلها ميساج كي باساج انولي رجعت اي جو سي با خاطر راني قلت لك هاني شفت لي كرونيكور والكل تعاملتهم مش معايا راهو يعرفوا هما يا زينه صابرين عادي يوصل لك كل شيء يوصل لي ونعرف إيه كل شيء وصل لي اللي هما قالوا لها راهو انت ما عادش في ليميسيون راك انت وانا في بالي ما نقولش انا مش في بالي وانا بيدي باش نعمل نفس الحكايه بقرار منك ومن مروه من مروه رمضاني انا كلم سنة كي كلمني انا حد جيني خدمته مخر وانا طالبتك ما تسجلش علي التليفون سافجيغ كوا سا ايش معناها انا كيفاش خدمتك نعملها دونك سي نورمال هذا متفاهمين فيه ما تقوليش في بالك بقرار منك فيه مش قرار مني قرار جماعي جماعي مش انا قرار جماعي شكون انت ومروه اي مروه البرودكتريس معنا جورناليست زادت حاضر دونك حتى هي جورناليست ما تاخذ قرار انا توت ليكيب احنا ناخذ كنا هذا خدمتها باهي جات خدمتها جورناليست عندي لي ميساج انا متقلقه من كرونيكوز ما بعتليش خدمتها تسمع البرودكسيون تكلمني انا تقول لي يا صابرين صار نحكيو على القرار على القرار حتى جورناليست عندها دخل فيه القرار معينه كي انا تتقلق جورناليست اللي تحضر في الخدمه دونك هي بعثت لي ميساج اللي هي متقلقه به نوسا ويني نوسا شكون خرجها شو محلية تحت تسميلي بالكرونيكور حستني لي انا قاعده كي ونخرج في العباد ما نوسا
بالحق نحبها نوسة الحقيقة معناها. والبارح بركة جيتنا البلاتو معناها ما عندي حتى مشكلة معناها. جيت تتفرج؟ لا 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 جيت قابلتني أنا وياها تقابلنا. مي نوسة يعني تتفرج مش كرونيكوز. فما شوف فما حاجة هذه بالحق مغميت انتغن تاع ليميسيون. من بالحق فما حكايات مثلا تصير في ليميسيون ما نجمش نحكي للناس خاطر ما تهمش الناس. إيه اما الناس اللي تبع فيك تقول ولا تبع في نوسة محمد ما تفهمتش انا وين سيرين خدمتها وصلت مخر وانا جاكسب بحد يبعث لي خدمته مخر. نوسة جاتني مخر في عندي انفيتي محمد علي النهدي ويلي تي بريزون محمد علي النهدي وانا عندي باساج ودليل تي اوبليجي دو كيتي لو بلاتو مع الستة نتاع العشيه. نوسة جاتني روتار دونك ما تدخلش البلاتو. واضح. وين هاو يوسف الذبيبي قدام يعرف معناها صابرين كي تتنرفز بعد صابرين. بعد دوزيام بارتي تو يعرف مش عندك يعرفني معناها جايب لي دوزيام بارتي عندك لاسئلة مع لي كرونيكور نتاعنا يوسف وسامح كريدين دونك وعندك زاد اسئلة على الحب مش تجاوبني اي مش تجاوبني بسرعة على اسئلة الحب بعد حكيت لك حكاية عندي ثلاثة ايام لا 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 بالك تجبدها لا لا تشوفني قداش بروفيسيونيل اي باش هذيك رد بالك لا عارفك سورتو با خلينا نكملوا ونسكروا قوس البرنامج في رمضان باش نشوفوا حاجه جديده في اسماء اي اي شوف ان شاء الله نورمالمون في اون نيغوسياسيون مع القناه توا. ميرسي لام تونيزيا الحقيقه بالحق ميرسي لام تونيزيا خاطر مرتاحه وخاطر فما برشا يعاونوا فيا برشا وانا فرحانه خاطر هما يقولوا لي ياسر ليميسيون عجبتنا وفما روتور ليميسيون عجبتهم به برشا راه كي تلقى سوتيان هكا موغال من عند العباد اللي انت تخدم معاهم كي تمشي يقول لك والله احنا عجبتنا ليميسيون وبرافو على ليميسيون وحارسين على ليميسيون دونك حاجه انا تفرحني مرتاحه رمضان اي باش نعمل لك غير باش نمسك رمضان سي نورمال فما كونتينيتي نورمالمون قلت اون نيغوسياسيون نورمالمون فما مازال الكونسيبت مش واضح مش واضح واضح به دونك انا الكونسيبت نتاعي واضح ياسر بعد شويه عندك اسئله من عند لي كرونيكور نتاعنا عندك اسئله على الحب مش نبرد شوف في قلب صابرين معايا قبل هذا ناخذ مع فاصل اخباري وراجعين.